بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرحلة الابتدائية الصف الثاني الفصل الدراسي الثاني مادة لغتي. موضوع الدرس تدريبات على درس آداب الاستئذان. إعداد وتقديم الأستاذ فهد عبد الرحمن الميمان. سنتعلم أحبائي هذا اليوم تدريبات ونشاطات للدرس، كذلك التفريق بين اللام الشمسية واللام القمرية، قراءة سريعة وسليمة، كذلك أحبائي من الأخطاء، وتحديد الحروف الساكنة والحرف الممدود، آداب الاستئذان. طلب المعلم من التلاميذ، المعلم والتلاميذ. المعلم، اللام هنا شمسية أم قمرية؟ والتلاميذ، اللام هنا شمسية أم قمرية؟ أحسنتم، المعلم اللام قمرية لأنها تنطق، وجود حرف الميم وهو من حروف اللام القمرية. كلمة التلاميذ، اللام شمسية لأنها لا تنطق، وكذلك لوجود التاء وهو من حروف اللام الشمسية. دعونا ننطق كلمة المعلم. هل لساننا ارتفع إلى الأعلى؟ أحسنتم، نعم، المعلم. إذن أحبائي نفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية من حيث النطق وعدم النطق، كذلك هنالك حروف للام القمرية وحروف للام الشمسية. تلوين بعض الرسومات، تلوين بعض الرسومات. نأخذ كلمة تلوين. كلمة تلوين، التاء فتحة، تاء، اللام سكون، ال نتوقف، الواو ممدودة صوت طويل بالياء، وي، والنون فتحة، ناء. تلوين بعض، الباء فتحة، باء، العين سكون، ع، الضاد كسرة، ضي. بعض رسوماتي، الراء حركتان شدة وضمة، ننطق الشدة أولا، ر ثم الضمة، رو، السين صوت طويل، سو، الميم، ما، تي. بدأ التلاميذ في التلوين. التلاميذ، هنا اللام شمسية تبعد حرف التاء لا تنطق. التلوين كذلك شمسية، اللام تبعد حرف التاء. لكن بدرا، شاهد كلمة لكن، النون شدة وفتحة، ننطق الشدة، ان فتحة نا. كلمة بدرا تنوين بالفتح، وضعنا الألف لأن التنوين بالفتح، بدرا. لم يجد القلم الأخضر، نشاهد هنا اللام هل هي شمسية أم قمرية؟ القلم تبعد حرف القاف من الحروف القمرية، اللام تنطق. الأخضر، اللام تبعد حرف الألف حروف القمرية، إذن قمرية. فمد، الدال شدة وفتحة، ننطق الدال، إد ثم فتحة، د. فمد يده إلى علبة ألوان حازم، حازم الميم تنوين كسرة، حازم، إذا تلوين كسرة. وأخذ اللون الأخضر، اللون هنا شمسية أم قمرية؟ شمسية، أحسنتم. لدينا حرف لام كذلك بعد اللام تكون شمسية من حروف الشمسية.
دون إذن منه. دو صوت طويل ممدود الدال بالواو، دون إذن النون تنوين كسرتين. احتاج حازم إلى اللون الأخضر، شاهد اللون، اللام شمسية، الأخضر، اللام هنا شمسية أم قمرية؟ قمرية، أحسنتم، إذن اللام قمرية. فلم يجده، الدال سكون، نتوقف عند الدال، إد هو، فلم يجد هو، فلمحه في يد بدر، كلمة الأولى فلمحه، فاء فتحة، لام فتحة، ميم فتحة، والحاء فتحة، ما عدا آخر حرف هاء مربوطة ضمة، هو فلمحه، شاهد بدر تنوين، وغضب منه، كلمة منه شاهد السكون على حرف النون، إن ثم هاء ضمة، من هو، فأخبر المعلمة بذلك، المعلمة لام قمرية، المعلم هل استأذنت، كلمة استأذنت، كم يوجد من سكون على الحروف؟ أحسنتم، ثلاثة، استأذنت يا بدر من زميلك، كلمة بدر دال سكون زميلك، كذلك الميم صوت طويل ممدود بالياء، زميلك، بدر لا لم أستأذن منه، وهذا خطأ مني، شاهد كلمة مني النون شدة وكسرة، إني، المعلم، وكيف ستصحح خطأك، كلمة ستصحح، شاهد حرف الحاء شدة وكسرة، حاء شدة أح ثم كسرة حي، ستصح حي حو، خطأك، شاهد خطأك فتحة فتحة فتحة، خطأك، بدر سأعتذر إليه، المعلم هذا هو التصرف السليم يا بدر، كلمة السليم اللام شمسية لأنها بعدها حرف السين من حروف اللام الشمسية ولأنها لا تنطق، ليحضر كل منكما، شاهد كلمة وليحضر، الحاء سكون والراء سكون، وال كذلك اللام، وليحضر، نعم، أدواته كاملة ولا يبخل على زميله، الباء هنا سكون واللام سكون في كلمة يبخل، ولا يبخل، إن احتاج إلى بعضها، بدر شكرا لك يا أستاذي، شاهد شكرا الراء تنوين في الفتح وضعنا ألفا، فقد تعلمت
اليوم أدبا من آداب الإسلام. أدبا الباء تنوين فتح ضفنا ألفا آداب. هنا أحبائي نختار معنى الكلمة ثم نكتبه في كفة الميزان الثانية. لمح، ما معنى لمح؟ هل معناه نظر أم أغمض؟ لمح نظر، أحسنتم. نصل الكلمة بضدها، يبخل، هل يعطي أم يمنع؟ أحسنتم، يعطي، ضدها يعطي، يبخل يعطي، رائع. باي نحضر ورقة وقلما لنكتب إملاء اختباري. هيا بانتظاركم قلم وورقة. نبدأ الكتابة. ذهب محمد إلى المدرسة. نكتب إذن ذهب محمد إلى هنا قمرية المدرسة. ممتاز، رائع. نرسم دائرة هنا أحبائي حول الكلمة المختلفة في الكلمات في كل مجموعة. شجرة، تحية، علبة، أسماء. مشاهد الكلمات تاء مربوطة ما عدا كلمة واحدة، ما هي؟ أين الكلمة؟ أحسنتم، هي أسماء. كذلك أحبائي هنا عنه رسومات، منه له. كلمات تنتهي بالهاء المربوطة، أين المختلفة؟ رسومات، أحسنتم. كذلك هنا أحبائي وفاء، عائشة، شيماء، أسماء، تنتهي بألف وهمزة، أين المختلفة؟ عائشة، أحسنتم. تعلمنا أحبائي هذا اليوم القراءة الجيدة للنص مع النطق الصحيح، التفريق بين اللام القمرية واللام الشمسية، وكذلك تعلمنا معنى بعض الكلمات للنص وأضدادها. تعلمنا تحديد الكلمة المختلفة عن مجموعة من الكلمات.